Demokratiet rommer muligheten for sin egen destruksjon. Dette utnytter muslimbrødrene. De bruker utallige organisasjoner som sine redskaper. Bak det hele ligger muslimbrødrenes internasjonale nettverk. They're using a lot of organizations as a front for the Muslim Brotherhood. They don't say it is a Muslim Brotherhood organization. They give them familiar names to confuse the people, and they form not just one or two organizations. They form five, six, seven organizations with the same aim, just different names. So through these organizations, they influence the policy in these Western countries. They use democracy as a vehicle to get them to where they want to be, and then they will ban the parties. دولي مش متواجدين كتنظيم في مصر فقط بدليل تمويلهم بدليل وجود ناس بتتكلم باسمهم من لندن مثلا ما هو ده معروف يعني ده مش جديد يعني التنظيم الدولي للاخوان الى اهداف سياسيه طبعا ما هما مش هيقدروا يعني يتحكموا في الفكر في مختلف الدول الا لو تحكموا سياسيا مسلم برودرنس ليدر بكرفتر ات اورجانيزاسيونز مول ار بوليتيس كنترول أوسو يا أوروبا. أوروبا لسه بدري عليها، لسه أوقات طويلة على ما تعي ما نريد. أوروبا هي الآن مشغولة بمصالحها، ومشغولة باستعمار غيرها، ومشغولة بأجندتها الخاصة التي تريد فرضها على غيرها. أما نحن في أوروبا فنقدم ديننا كما نفهمه لعامة الناس، ولا نريد أن نزاحم أحدا، ولا أن نشارك أحدا في حكم. لسه بدري، لسه على العملية دي وقت طويل حتى يعي الشعب الأوروبي أنه مساق بواسطة حكامه إلى يعني أساليب وأخلاقيات لا نقرها. بمعنى سوسياليست ليدرن رفعت السعيد شنر مسلم برادرن سليدر جوت مهدي عاكف أستاذ مهدي عاكف بيننا صدقة هذه الصدقة تأتي منين أننا تزاملنا في سجن الواحات هو قضى 17 سنة في السجن وأنا قضيت 14 سنة في السجن عندما التقينا بقى مرشد فجاي يزورني يعني من قبيل يعني فتح باب العلاقة وكده وبتاع المهم في فترة قلت له همسا لا تتخيل أنك ستحكم هذا الوطن قال لي أنت ساذج أنا لا أطلب من أحد أن أحكم لكن عندما تتحجب كل النساء ويلتحي كل الرجال سيأتون يتوسلون إلي كي أحكمهم quotation end تلباكي نورجا Vi feirer grunnloven. Vi elsker Norge for vår frihet. Dette også Wergelands dag, og jeg skimter en skygge av hans ånd et sted der, blant de feirende. Dette var Wergelands drøm. Dette var det norske folks drøm. Men har vi fått satt vilje til å forsvare denne friheten. Vi er en nasjon med mer.
Och vi vill gärna